أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. يواجه المغرب الآن حالة من الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار إلى جانب تراجع القدرة الشرائية. ما هي الحلول الممكنة والبدائل المطروحة لتحريك الدورة الاقتصادية؟ أسئلة وأخرى نطرحها للنقاش مع الأستاذ المهدي الحلو، أستاذ سابق بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. بداية الأستاذ الحلو، كيف تصف الوضعية الاقتصادية الراهنة للمغرب؟ هي الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية ديال المغرب أعتقد أنها من أكثر المراحل تعقدا في المغرب لسنوات بل لعقود، اعتبار أنه الآن التأمت ثلاث أو أربع مشاكل كبرى، منها إشكالات داخلية وإشكالات خارجية فيما يتعلق بالإشكال الداخلي أو بالمسبب الأساسي الداخلي، فهو الأزمة الصحية اللي عرفها المغرب كباقي دول العالم منذ شهر مارس من 2020. وحنا عرفنا باللي هاد الأزمة الصحية جات كذلك في واحد الوضعية اللي كانت يعرفها المغرب في ذاك الوقت أواخر سنة 2019-2020، اللي ما كانتش وضعية ديال رهقة اقتصادي واجتماعي، وأننا من خلال الحكومات المتعاقبة، لا فقط الحكومات ديال العدالة والتنمية بل الحكومات اللي قبل العدالة والتنمية، أن المغرب كان عارف واحد نمو اقتصادي بطيء على المدى المتوسط والطويل، ما عدا بعد السنوات القليلة اللي كانت يكون المتوسط ديال النمو تيدوز داك تتعدى داك 4 ما بين 4 حتى 6%، ثم كانت واحد النسبة ديال البطالة مرتفعة كذلك، وكان النظام التعليمي النظام غير متماسك، وكان معروف أنه النظام الصحي في المغرب تعرف خلل كبير لا فيما يتعلق بالميزانية الموجهة للمستشفيات والنظام الصحي ككل، ولا فيما يتعلق بالموارد البشرية اللي تتعمل في المجال الصحي. وهذا الوضع الاجتماعي والوضع الصحي اللي كان معروف ما قبل 2019 هو اللي كان عمق ذاك الأزمة اللي جات مباشرة بعد بداية ديال الجائحة ديال كورونا، بحيث أنه في المغرب في الشهور الأولى من سنة 2020 كان تخوف كبير، على اعتبار أنه الدولة تبين لها باللي القطاع الصحي متهاري، وأنه إمكانيات في التجهيز في المستشفيات وتوزيع هذه الإمكانيات المادية على مختلف مناطق المغرب ضعيفة بشكل كبير، وأنه الأطر الصحية اللي كاينة لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام في المغرب ما تتعداش 23,000 طبيب، والحال أنه كان يتواجد في المغرب في سنة 2019 ومازال حتى الآن طبيب لكل 1500 ما يفوق 1500 من المواطنين، والحال أن المنظمة الصحية العالمية تقول بأنه يجب أن يكون هناك طبيب على الأقل على الأكثر ل 650 من المواطنين. إلى جانب الأزمة الصحية اللي تحدثت عليها اللي زادت على الأزمة المالية والأزمة الاجتماعية اللي كان عارفها المغرب بحدة أقل، ولأن كان المغرب وضعية ديال الأزمة، جات بعد ذلك الأزمة ديال الجفاف. مع سميتو كانت سنة 2020 سنة مرتاحة على المستوى الفلاحي، كعرفنا واحد النسبة ديال الإنتاج اللي تعدات 100 مليون قنطار في ذاك السنة، نظرا لأن التساقطات المطرية كانت أكثر من المتوسط، إلا أنه مباشرة بعد سنة 2020 جات سنة 2022-21 وهذه السنة الحالية ديال 2022 اللي تميزات بغياب التساقطات حتى أواخر شهر مارس، بحيث أن الأمطار اللي طاحت ما بين اللي سقطت في المغرب ما بين شهر سبتمبر وشهر مارس، شهر سبتمبر 21 وشهر مارس 22، كانت النسبة ديالها تقل بقرابة 80% على الأمطار على المتوسط الأمطار اللي كانت توصل للمغرب في العقود القليلة الأخيرة، وبالتالي أزمة ديال الجفاف معناه أزمة ديال الإنتاج الفلاحي، بحيث أنه النسبة ديال الإنتاج الفلاحي اللي متوقعة لسنة 2022 ما غاديش تتعدى 25 مليون قنطار حسب ما جاء على الناطق بسميت وزارة الفلاحة. ثم ملي تتكون الأزمة في القطاع الفلاحي تنعرفوا
باللي كاين أزمة في مجال التشغيل في القطاع الفلاحي، كاين كذلك أزمة في مجال الهجرة القروية، بحيث أن الناس في البوادي تتنقلوا للمدن بحثا عن لقمة العيش. إلى جانب هاد الأزمتين اللي عرفهم المغرب في السنوات القليلة الماضية، جاءت الأزمة اقتصادية عالمية قبل الحرب ديال روسيا على أوكرانيا، وهذه الأزمة العالمية تركزت أساسا على العلاقات ما بين الشرق العالم وغرب والغرب غرب ديال الكرة الأرضية، خصوصا فيما يتعلق بالدول ديال الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، بحيث أنه تبين أن جل من الإنتاجات الصناعية وجل الإنتاجات الوسيطة التي تدخل في وسائل الإنتاج في المغرب وفي الدول الأوروبية ودول أخرى تجينا من الهند وتجينا من اليابان وتجينا أساسا من الصين. وبما أنه كان هناك ارتفاع كبير لكلفة النقل عبر البواخر في العالم، بما أنه كذلك الصين الطلب العالمي اللي توجه له بعد رجوع الحياة الاقتصاد العالمي بشكل قليل ولو بشكل بسيط في سنة أواخر 21 وبداية سنة 22، هذا جعل أنه كان هناك ضغط على بعض التجهيزات الصناعية وبعض الوسائل اللي تدخل في مجموعة من القطاعات كقطاع السيارات في المغرب وفي الدول الأوروبية، كقطاع الطيران وقطاعات صناعية أخرى، وبالتالي هذا جعل أن كلفة الإنتاج ترتفع إما نظرا لارتفاع كلفة النقل أو نظرا لغياب واحد المجموعة ديال التجهيزات اللي غلات، فاللي الثمن ديالها ارتفع في الأسواق العالمية، وهذا جعل مثلا أن الأثمنة ديال السيارات وحتى السيارات المستعملة ارتفعت في المغرب، أن الأثمنة ديال واحد مجموعة من المنتوجات الصناعية ارتفعت في المغرب، هذا إلى جانب المنتوجات الصناعة الفلاحية للإنتاج الفلاحي من كل أنواعه بارتباط مع الوضعية ديال الجفاف اللي تحدثت عليها. ثم جاءت في النقطة الأخيرة وهي كجزء الآن اللي باين عليه هو الجزء المسيطر في الوضعية، لا في الوضعية العالمية ولا في المغرب، وهي الأزمة ديال الحرب اللي جات بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. شنو وقع بعد الحرب الروسية على بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في يوم 24 فبراير من هذه السنة 2022، وتبين أن روسيا وأوكرانيا تسيطروا يشكلان تقريبا 30% من الصادرات العالمية من القمح والبذور، أن أوكرانيا عندها تنتج تقريبا 15% من البذور المجهزة الزيوت المستعملة في البيوت، أن روسيا منتج ومصدر كبير للبترول، منتج ومصدر كبير للغاز، وأنه روسيا وأوكرانيا منتجين للعديد من الموارد لا الفلاحية ولا المعدنية اللي تستعمل في مختلف القطاعات. الحرب على روسيا على أوكرانيا جعلت أن الانتاج ديال الاوكراني لا الفلاحي ولا ديال الموارد المعدنيه ما بقاش، لم يعود يصدر، على اعتبار ان امكانيات ديال الدوله دخلت في حاله حرب، وبالتالي الامكانيات ديالها الاقتصاديه توقفت. روسيا دخلت في حرب اقتصاديه وماليه مع الدول الاوروبيه ومع الولايات المتحده الامريكيه، وكذلك مع الدول اللي تتصور انها مرتبطه بالولايات المتحده الامريكيه. ثم روسيا قامت بحظر بحري الشام شامل على في مستوى البحر الاسود على كل الصادرات ديال اوكرانيا، الى جانب ان تركيا دات حظر كذلك بحري خصوصا فيما يتعلق بالسفن البحريه على فيدرال روسيا، وبالتالي هذا جعل بشكل تقريبا شبه اوتوماتيكي الثمن ديال المحروقات في العالم ارتفع، ديال البترول الخام ارتفع، وجعل ان الثمن ديال الغاز الطبيعي كذلك ارتفع، ضاعف 3 4 المرات مقارنه مع الوضع اللي كان في بدايه فبراير الشهر الماضي. كذلك بما ان كما قلت ان روسيا واوكرانيا تيصدروا قرابة 30% من البذور وخصوصا من القمح على المستوى العالمي، مباشرة من ما بدأت الحرب تم ارتفع الثمن ديال القمح على الخصوص، بحيث داز من قرابة 230-240 دولار الطن، الآن توصل ل 400 وتعالي تقريبا يمكن يكون وصل ل 500 دولار الطن،
وفيما يتعلق بالبترول شفنا انه الثمن ديالو تدريجيا داز من تقاربات 60 70 دولار البرميل قبل بدايه الحرب، الان وصل لواحد المرحله وصل ما بين 120 حتى 130 دولار البرميل. الان المشكل ديال المغرب بارتباط مع الجفاف ومع الوضعيه كذلك الوضعيه ديال القطاع المحروقات في المغرب هو انه فعلا وصلنا في عام ديال الجفاف، بحيث ما كانت هذه الوضعيه اللي تنتحدث عليها كان في سنه 2020 اللي كان فيها القمل، اللي كان الانتاج ديال الفلاحي في المغرب كان مرتفع، كان يمكن يكون ما تكونش ضغوطات على هذا القطاع في المغرب. الحال انه ملي تنكون عندنا انتاج ديال 25 مليون قنطار معناه ان المغرب يحتاج الى استيراد قرابه 80 مليون قنطار، 8 مليون ديال الاطنان. هذه استوردها في الغالب من امريكا ومن فرنسا ومن كندا ومن الارجنتين، ولكن هذه استوردها بواحد السعر غادي يكون مضاعف زوج او ثلاثه النوبات اكثر من السعر اللي كان معروف. ما هي انعكاس هذه الازمه الاقتصاديه على قطاع المحروقات؟ فيما يتعلق بالمحروقات الاسعار العالميه ارتفعت، الا ان المشكل ديال المغرب هو مشكل مركب على اعتبار ان عندنا واحد الشركه اللي سميتها لاسامير، وهذه الشركه ديال لاسامير موقفه عن العمل منذ سنه 2015، وانه منذ سنه 2015 ما بقى المغرب تيستورد الا المنتوجات المصفات من بنزين ومن ايسونس للمحركات ديال السيارات. وبالتالي وبما ان هذا القطاع الان يوجد في وضعيه ديال احتكار ديال واحد المجموعه الشركات، بما فيها الشركه ديال افريقيا اللي هي مملوكه لرئيس الحكومه الحالي، وبما ان الدوله المغربيه ما تمكنتش توجد حل للمشكل ديال لاسامير، سواء ان تبيع لاسامير للخواص او تامم الشركات لاسامير، فبالتالي هذا جعل ان التبعات ديال ارتفاع الكلفه ديال المحروقات ديال البترول عبر في روسيا بعد الحرب ديال روسيا على اوكرانيا جعل انه هذه الوضعيه تتفاقم نظرا لغياب التسيير العقلاني والتسيير الاقتصادي الفعلي لهذا القطاع في المغرب، وهو ما يضع سؤال عريض او سؤالين كبيرين على الحكومة المغربية. السؤال الأول هي كيف لا يتم حل إشكالية ديال لاسامير، والثانية كيف أن رئيس الحكومة الحالي هو كذلك رئيس أهم شركة محتكرة لتوزيع المواد الطاقية في المغرب، وهناك تناقض بين ما بين تسيير الحكومة وامتلاك نفس الشخص المالك لهذه للشركه التي اتحدث عنها، وهو المسير الان يعمل كرئيس الحكومه، وبالتالي هناك تناقض، وهذا الشخص المعني بالامر هناك تناقض كبير كيف يمكن انه يسير مصالح الدوله وهو له مصالح كبرى في اكبر شركه موزعه للمحروقات في المغرب، وهذا من بين الإشكالات المؤسساتية التي يعرفها المغرب والسياسية التي يعرفها المغرب. يمكن لنا الأستاذ الحلو، ما هي تداعيات ظاهرة التضخم التي يعرفها المغرب منذ بداية سنة 2022؟ هذه الإشكالات اللي تحدثت عليها كلها بين النتائج ديالها كذلك التضخم اللي هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بحيث أنه منذ العشر سنوات أو الخمسطاش سنوات الأخيرة كان هناك ارتفاع ديال الأثمان، إلا أن ذاك الارتفاع كان طفيف بين 0.7 حتى 1.8 سنويا في المئة. الآن كان كذلك بعد اتفاق ما بين الحكومة والنقابات تيكون اتفاق على رفع الأجور، كذلك كان هناك تحسن طفيف للأجور في القطاع ديال الوظيفة العمومية، وبالتالي كان هناك ارتباط بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الدخل ديال الأفراد، بحيث أنه ذاك النسبة ديال 1 ولا 1.7% ما كانش عندها أثر كبير على القدرة الشرائية ديال المواطنين، وخصوصا الطبقات الوسيطة والطبقات الفقيرة. الآن اللي وقع منذ شهر فبراير ومنذ بداية السنة ديال 2022 بارتباط مع كل هذه الأشياء اللي تحدثت عليها هو أنه بقى تسارع في ارتفاع الأثمان، والتسارع هو اللي تؤدي لهذا التضخم، وهذه النسبة ديال ارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة اللي دازت تقريبا وصل ل 4% بحسب المعطيات ديال المديرية ديال المندوبية السامية للتخطيط، ما بين 4.5 حتى 4.6
7%، ويمكن هذه ترتفع هذه النسبة من هنا لآخر السنة ملي ترتفعوا الأثمنة بارتباط مع الجفاف اللي تحدثت عليه، بارتباط مع ارتفاع كلفة النقل الدولي اللي تحدثت عليها، بارتفاع مع غياب الموارد اللي تدخل في الصناعات في مختلف القطاعات التي تكلمت عنها كذلك، وكذلك ارتفاع الأثمان من بين المسببات الأساسية الآن هو ارتفاع كلفة ديال المحروقات. الكلفة ديال المحروقات بحيث أننا تنعرف أن المحروقات تستعمل في النقل، إلا أن النقل يستعمل في كل قطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدماتية والقطاعات الاستهلاكية، بحيث أنه ملي تيدوز الثمن ديال المحروقات ديال الليتر ديال البنزين من خلال 3 أو 4 أشهر من 10 درهم في المتوسط ل 14 أو 15 درهم في المتوسط ديالها، معناه أن الكلفة ديال النقل تترتفع ب 50%، الكلفة الإنتاج فيما يتعلق بالمحروقات تترتفع ب 50%، وهذا الارتفاع تيكون ضروري أنه الناس اللي في القطاعات اللي تيتعملوا في القطاعات أو الناقلين في قطاعات ديال النقل ديال المسافرين أو البضائع، الناقلين في قطاع ديال البضائع تيجعلوا أن ذاك الارتفاع الكلفة ديالهم في النقل تيدوزوها تيمروها الكلفة ديال الإنتاج والكلفة ديال الاستهلاك، وهذا اللي غادي يجعل أن الأثمنة في المغرب غادي ترتفع تدريجيا في الأشهر في الأسابيع بل في الأشهر المقبلة. وبما أنه الأجور ما تترتفعش بالرغم من الاتفاق اللي كوقع بين الحكومة والنقابات، قيل أنه غادي يكون ارتفاع ديال 5% من الأجر الأدنى خلال السنتين، هناك تقريبا 1,400,000 ديال السكان اللي يوجدون في وضعية ديال العطالة، هناك كذلك واحد المجموعة ديال السكان اللي ما كما موجودين في سوق الشغل، هناك كذلك قرابة ديال 1,300,000 ديال السكان الناشطين اللي يوجدون في وضعية ديال عطالة مقنعة، معناه تيخدموا ساعات قليلة في اليوم أو أيام قليلة في الشهر، أو الدخل ديالهم أقل بكثير من الدخل اللي تم الحديث عنه. ثم هناك نقطة أخرى في الغالب أنها تغيب عن 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 الملاحظين، هو أنه الدخل الأدنى التي تحدثت عنه هو دخل ديال كل ساعة ديال العمل أو يوم ديال العمل، ما كاينش دخل أدنى شهري، ما تنتحدوش على دخل أنا شهري، معناه أنه ملي شي شركة تتخلص داك الدخل الأدنى اليومي أو الساعة ليوم أو يومين أو 3 أيام أو 7 أيام في الأسبوع في الشهر، معناه أنها تحترم القانون، إلا أنه هذا الاحترام للقانون تيجعل أن واحد الشخص تيتوصل ليه 3 أيام أو 4 أيام أو 9 أيام في الشهر، تيتوصلوا داك الأجر ديال 3 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام في الشهر، وهذا الدخل القليل بهذا المستوى ما تيجعلوش انه يجابه ارتفاع ديال الاثمان، وبالتالي التضخم بالشكل الذي نعرفه اليوم يؤدي الى تقليق افقار الطبقات الوسيطه وزياده الفقر ضمن الطبقات اللي توجد في وضعيه ديال هشاشه اقتصاديه واجتماعيه، والطبقات اللي ما عندها حتى دخل، معناها الطبقات الفقيره. وحنا بالنا من الازمه ديال الجائحه، خصوصا من اللي خلق داك الصندوق ديال محمد السادس ديال كوفيد 19، انه تقريبا 25 مليون ديال سكان المغرب يوجدون في وضعيه ديال الهشاشه، حيث انهم اللي تسجلوا باش يستافدوا من الاعانات ديال الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، او اللي دخلوا في اطار استفادات من داك الغامض، ويمكن واستفادات اخرى تقريبا وافادات اخرى تقريبا 5 مليون ديال رؤساء العائلات ديال المسؤولين على العائلات. ملي تدير 5 مليون وتضربها في متوسط ديال 5 الأفراد لكل مسؤول على العائلة، تجعل أنه تقريبا 25 مليون ديال سكان المغرب يوجدون في وضعية ديال الهشاشة، وبالتالي التضخم يؤدي إلى إفقار هذه المجموعة ديال السكان، ويؤدي كذلك إلى ارتفاع الفوارق ما بين الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية، على اعتبار أن الطبقات اللي عند الطبقات ديال أصحاب الشركات الكبرى والفلاحين الكبار وغير ذلك من اللي تيعملوا في قطاعات ديال البنكية وقطاعات ديال الشركات ديال التأمين، هاد الناس كلهم تيتمكنوا أنهم يجعلوا الدخل ديالهم يرتفع ارتباطا مع ارتفاع مع التضخم مع ارتفاع الأثمان، في حين أن الطبقات الأخرى إما ما ليس لها دخل
أو لا يمكن أن ارتفاع الدخل ديالها باش يغطي الكلفة الجديدة ويغطي الضغط اللي كاين على الحاصل بعد التضخم على الدخل الفعلي ديالهم. الأستاذ الحلو، ما هي الحلول الممكنة والبدائل المطروحة للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي؟ وهي كاين هذا الانحباس الاقتصادي، كاين اولا كاين النظره ديال القصيره المدى والمتوسطه المدى، ثم كاين النظره ديال الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ككل. فيما يتعلق بقصيره المدى، وهي انه يجب ان على الدوله ان تعين داك الناس اللي تمت اعانتهم في مرحله ديال الشهور ديال افريل مارس ديال افريل ماي ويونيو ديال سنة 2020. أعتقد أنا أنه بين اليوم ضرورة أن الدولة تعاود من جديد الإعانة ديال المجموعة ديال داك السكان اللي كانت تعاونتهم بشكل أو آخر عن طريق الصندوق ديال محمد السادس لهذا ديال الكوفيد 19 أو عن طريق صناديق أخرى لتخطي هاد الأزمة الحالية وعمق هاد الأزمة الحالية. ثم كاين كذلك قرار ثاني وهو حل الإشكالية ديال لاساميغ، هذا قصير المدى، قرار حكومي، إما أن لاساميغ تأمم أو تبع الخواص. ولاساميغ معناها غادي نبداو نستوردوا، المغرب غادي يبدا يستورد البترول الخام، وغادي يبدا يكرو في المغرب، وغادي يبيعو بثمن أقل بكثير من الثمن اليوم ديال المحروقات اللي كاينة. الحل الثالث وهو أنه حنا تنعرفوا بلي الكلفة ديال البترول اللي تتبع بها المحروقات في المغرب تيدخل كل وغالبية دول العالم خصوصا في الدول الأوروبية تيدخل فيها تقريبا 60% ديال الضرائب، تيدخل فيها 60% ديال الضرائب. وحنا شفنا بلي بعض الدول ديال الاتحاد الأوروبي، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، تخلات على جزء من الضرائب باش تنزل الثمن ديال المحروقات في السوق. وبالتالي كذلك على وزارة المالية في المغرب، حنا الحكومة المغربية، وحنا شفنا الأخبار اللي خرجت اليوم أن النسبة ديال ارتفاع الضرائب زادت في الأربع أشهر الأخيرة والخمسة أشهر الأخيرة أربعة حتى متم شهر أبريل، زادت ب 22%. وهاد 22% ديال الزيادات ضمنها الزيادات اللي مرتبطة بالمحروقات، وبالتالي خص الدولة تخلى على واحد الجزء من الضريبه باش على الاقل تنزل ثمن المحروقات، ما يبقاش 14 ولا 15 درهم، ينزل 11 12 درهم، باش اولا تنقص الكلفه على المستهلكين والناس اللي تيتنقلوا كل يوم في المدن واللي تيشيو السيارات، اولا ماشي السيارات حتى الـ سميتو البسكليت، العربات، الدراجات الناريه اللي تيستعملوها فقراء والعمال الصغار، واللي تيخلصوا نفس الثمن اللي تيخلصوا اصحاب السيارات الصغيره ولا اصحاب السيارات الكبرى. وبالتالي هنا الى الدوله تخلت على داك هذيك الضريبه اللي تاخذها من داك الربعه في الدراهم وخمسه دراهم زائده، غادي نقص ثمن المحروقات تقريبا 2.5 حتى 3 ديال الدراهم. ثم هناك الان على المستوى المتوسط الوسيط، امد الوسيط، وهو اعاده النظر في السياسه ديال المداخيل، ما نسميه بالفرنسيه لا بوليتيك دي ريفوني، زياده ديال الاجور خصوصا بالنسبه للاجور ديال الموظفين الصغار، مراجعه الاجور في القطاعات الصناعيه والفلاحيه بشكل احسن من ما تم مراجعته. كانت هناك مراجعه ولكن طفيفه، ولكن خص هذه المراجعه بين النقابات بالقطاعات النقابيه والاجتماعيه والحكومه ان تاخذ بعد عين الاعتبار لا فقط زياده ديال الاثمنه في السنوات العشر الاخيره، بل كذلك هذا الضغط اللي كاين الحاصل اليوم على الاثمنه بشكل عام، واللي جانا لهذه النسبه اللي تنعرفوها اليوم ديال التضخم. ثم هناك فك الارتباط اليوم ما بين رئاسه الحكومه والقطاعات ديال المحروقات، ليس هناك معنى أن يستمر رئيس الحكومة في تملك الشركة وتسير الشركة ديال إفريقيا، إما أنه يتخلى على هذا القطاع ما يبقاش تيتحكم فيه عن طريق الشركة ديالو، ولا ما يبقاش رئيس الحكومة، بحيث أنه ولو تصورنا أنه ما تيسيرش القطاع المحروقات بارتباط مع المصالح الشركة ديالو، كاين هناك شك أنه المصالح ديال الشركة ديالو تتغلب على المصالح ديال الدولة والمصالح في الأخير ديال المجتمع ديال المستهلكين. الآن شنو هي الاقتراحات؟ هي اقتراحات طويلة المدى، وهي كل الاقتراحات اللي كاينة من طرف واحد المجموعة ديال الناس في قطاعات مختلفة،
سياسية وثقافية وأكاديمية وعلمية، ماشي اقتراحات ديال الحزب، اقتراحات ديال طريق الصواب اللي خصنا نسلكو. وأن السياسات المتبعة حتى الآن أظهرت الفشل ديالها. الملك في شهر أكتوبر ديال 2017 أعلن على فشل النموذج المغربي القديم. النموذج الجديد اللي تم الإصدار ديالو في أواخر شهر مايو من سنة 2021، إما أن الحكومة ما تصورتش أنها تمكن لها تطبقه، ولا هذا المقرر ما فيهش كل المعطيات خصوصا التمويل باش يطبق ويظهر أن ما وقع من سنة 2019 حتى سنة 2022 نقيض ما قال به المقرر الجديد ديال التنمية، بحيث مثلا أن المقرر الجديد ديال النموذج الجديد للتنمية قال بأن النمو الاقتصادي في المغرب غادي يكون في المتوسط ديال 6.7% سنويا من 2019 حتى 2035. والحال أننا من 2019 لكل الأسباب اللي تحدثت عليها قبل قليل حتى 2022 النسبة ديال النمو في المغرب هي نسبة تقريبا ديال 0% إن لم تكن سالبة على 4 سنوات. وبالتالي ما تنتصوروش أنه كيفاش هذه النسبة اللي سالبة على 4 سنوات هذه تتغير باش تولي نسبة إيجابية حتى المستوى ديال 7% من هنا لسنة 2035. وبالتالي الواقع الفعلي ديال المغرب ما تظهرش لأن النموذج الجديد يمكن التنمية يمكن أن تطبق. والحكومة الحالية لم تقل به من اللي جاء رئيس الحكومة الحالي، خصوصا في المداخلة ديالو في البرلمان حين تقديم السياسة العامة للبرنامج العام ديال الحكومة والسياسة العامة ديال الحكومة، ولا حين قدم الميزانية مشروع الميزانية، قال أننا غادي نديرو حكومة اجتماعية، ما قالش أننا سنطبق النموذج الجديد للتنمية، بل تخلى عن قالت قيلت في فقرة صغيرة ثم نسيان هذا الموضوع. وبالتالي يجب أن يكون هناك فعلا نموذج جديد للتنمية، وهذا النموذج الجديد للتنمية وفي الحقيقة يمكن أن ينبني على شيئين أساسيين أو 3 أشياء أساسيتين. الشيء الأول هو مراجعة كل ما تم حتى الآن، مراجعة السياسات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والغرضية الكاملة، وتبيان فعلا أين تم إخفاق هذه السياسات. النقطة الثانية هو تبين عن طريق هذا ما وقع في الشركة ديال لاسامير، الخصصة ديالها في سنة 1997، وكذلك الخصصة ديال واحد مجموعة القطاعات بما فيها قطاعات الخدماتية، بما فيها قطاعات التعليم، بما فيها قطاع الصحة، أنه كان هناك إخفاق تام للمبادرة الخاصة في هذا القطاع للرأس المال في هذه القطاعات، كان هناك إخفاق تام. وبالتالي يجب عودة هذه القطاعات الحيوية أو الاستراتيجية، نسميها كيفما أردنا، إلا أنها هي قطاعات لتسمح بالتمكن من الناصية ديال الاقتصاد الوطني، وتسمح أننا بسرعة نعرفوا ما هي مكامن الخطأ وما هي الإمكانيات ديال المراجعة. وبالتالي عودة التعليم إلى القطاع العام نظرا لما وقع في القطاع الخاص بارتباط مع الأزمة الجائحة، نظرا لفشل ما سمي بالتعليم عن بعد، بما أن هذا الشيء بين أن القطاع الخاص ليس كفءاً لأن يعلم ويربي الأجيال من المغاربة للمستقبل، يجب التخلي عن القطاع الخاص والعودة بشكل أو بآخر. ما تنقولش أن الدولة تأمم المدارس للقطاع الخاص، بل الرفع من مستوى القطاع العام في التعليم حتى يتخلى المواطنون اللي تيمشيو للقطاع الخاص وهم مكرهون باش يوليو للقطاع العام، ثم إصلاح شامل للقطاع المنظومة الصحية، دفع الأطباء المغاربة للعمل في المغرب، إعادة المغاربة الموجودين خارج أو دفع المغاربة الأطباء المغاربة والأطر الصحية الموجودة خارج المغرب للعودة بشكل أو بآخر للمغرب، ثم توزيع آخر للمؤسسات الصحية عبر مختلف المناطق المغرب، ثم كذلك فعلا السماح للسكان اللي ما تيقدروش يمشيوا للقطاع الخاص أو ما تيمكنلهمش يتنقلوا من منطقة أخرى للتداوي باش يكون يتم التداوي ديالهم في المناطق اللي هما موجودين فيها. وبالتالي إعادة تأميم القطاع ديال الصحة، تأميم القطاع الصحة، ثم كذلك اعتبار القطاع ديال الطاقة قطاع حيوي وطني استراتيجي، تأميم الأسامير،
إعادة الروح لشركة لاسامير ومراقبة أسعار المحروقات، على اعتبار أن قطاع المحروقات هو من القطاعات الأساسية واستراتيجية في كل اقتصادات العالم، وخصوصا وبما فيها الاقتصاد المغربي، بحيث أنه الحكومة ديال العدالة والتنمية ديال في سنوات 2014-2015 قامت بعمليات تقريبا انتحارية في المجال الاقتصادي، وهي التخلي عن صندوق الموازنة فيما يتعلق بالمحروقات، ثم تحرير أثمنة ديال المحروقات، ثم تقريبا إغطاء تميتو عدم النظر فيما يقع في شركة لاسامير في سنة 2015، ثم عدم القيام بأي مراقبة بسن أي مسطرة لمراقبة تطور ثمن المحروقات، وهذه الأخطاء التي وقعت في سنة 2014-2015 هي التي أدت للوضعية التي نعرفها الآن في هذا المجال. ثم هناك فيما يتعلق بشكل عام، أعتقد سأقف هنا، هو أنه ليس هناك في المغرب من إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي، وأنه هذه الفكرة ديال أنه في على رئاسة الحكومة هناك ترابط ما بين المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية ديال البلاد، هذا الارتباط هو الذي يجب أن يقوم بالقضاء عنه، عليه الإصلاح السياسي، وهو جعل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من تكون في ملك حكومة متماسكة ناتجة عن الانتخابات النزيهة، ولها السلطة على السياسات الحكومية، السياسات التي تقوم بها على تدبير المجال الاقتصادي والاجتماعي، في حين أنه الوضعية الحالية تجعل أنه من له التسيير الفعلي على في دواليب الاقتصاد والدواليب الاجتماعية. لا أتحدث عن القضايا العسكرية ولا القضايا الدبلوماسية، بل أتحدث فقط عن المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي. يجب أن تكون هناك محاسبة، والحال أنه اليوم ليست هناك محاسبة، والحال أنه اليوم هناك علو المصالح الشخصية ومصالح بحث الشركات الشخصية كذلك المملوكة للأفراد، مملوكة لبعض الخواص، علو هذه المصالح على المصالح ديال المجتمع ككل. وفي الوقت اللي غادي نوصلوا ان المصالح المجتمع ككل هي اللي غادي تولي اسماء من المصالح الخاصه في ذلك الوقت، ومن خلال هذه المعطيات اللي تحدثت عليها كلها، وكذلك الاصلاحات اللي تحدثت عليها خصوصا في مجال التعليم والصحه وقطاع ديال المحروقات، يمكننا نشوفوا المستقبل المغرب بنظره مختلفه عن الواقع الذي نعيشه اليوم. شكرا جزيلا استاذي الحلو على كل هذه التوضيحات.